عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ولا حضرتك يا شيخ مصطفى؟ ممكن سؤال معلش؟ سل. والدي يا شيخ مصطفى حلف طلاق يعني رفع حالة تعصب. ماذا قال؟ قال حلف الطلاق انه لا يدخل منزله حاليا سرخان. ماذا قال باللفظ؟ قال عليه بالطلاق بالثلاثة، عليه بالطلاق مش داخل بيت ثاني. اي عليه الطلاق بالثلاثة مو داخل بيت ثاني. تمام. وكان في حالة غضب الشيخ، وكان في حالة غضب عشان كان يعني حالة غضب، فما حلف حلف وخلاص، بس هو ناسي الحلفان. ايه؟ هو ناسي الحلفان. ناسي. بس ان احنا متذكرين الحلفان، يعني احنا عارفين الحلفان. يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق، لأن جرت عادة المصريين على انهم لا يريدون بهذا طلاقا. شيخ مصطفى. نعم. قلت حضرتك يا فندم؟ نعم. ماذا يفعل والدي يا شيخ مصطفى؟ يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. كم كفارة يمين؟ كم؟ إطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة من طعامك المتوسط. 30. ها؟ 30 وجبة يا شيخ مصطفى. 10 مساكين. المساكين.